صباح الخير وكل عام وانتم بخير، عيد مبارك. فانا الحين بسيارة بروح كوين آن بشري اهلي قهوة وشاي لان عيدنا اليوم بالليل. صراحة ما ادري اذا هو دايما بالليل او لا، بس هذا اول عيد لي هنا من قبل، يعني اظن اخر عيد كنت بالرياض كان وقت كورونا، تخيلوا. فمر متحمسة اني هنا وعندنا عيد مع اهلي وكل شيء. فانا قلت صراحة كنت قاعد اقرا وكذا، قلت ما ادري اذا اصور لكم او لا، بس الحين تقريبا ربع ساعة ويكون ساعة 3. المهم فبروح كوين آن، لان حاولنا نروح الكوفي اللي عند البيت كل شيء مسكر. اوبسي اول يوم عيد اعرف، بس شفت كوين آن نزل على الانستغرام قال انهم مفتوحين، فبروح بشتري لنا قهوة ويا هذي بنسوي. تخيلوا من كثر ما طلعت جالي عشان مرة احب اللي عندهم كذا. هو اصلا كيف عرفت انهم فاتحين او شفت عندهم like you scan it. That's a tone scan for going up within the journal or something. But in home, a judging notification in home that came in the last 6 months. Good check that I'm not sure. 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 In home, بعدين رحت شفت على انستغرام وحطه الحمد لله. رحت سويت سكرول كل الناس منزلين كشف. I was like, okay, تمام. In home, طلعت. أعلمكم طلعت. أعلمكم بعدين. اهلا كيفكم، مره اسفه اذا تبون تسمعون مكيف like we're literally تحته directly. المهم صراحه ما سويت شيء، قمت اقرا كتاب جديد الحين الساعه 6:33. ما ادري متى العزيمه، ما ادري، اعرف ان بيت عمتي، بس شيء غير كذا I have no idea. المهم قلت بتروش لان صراحه I need to have a quick shower وكل شيء بالذات قبل ما اروح. والمهم قلت بسوي دايسن بشعري، نحاول نسوي like little loose curls، نسوي شوية سكين كير، نكمل كتابي، وبعدين كذا لما أبوي يعطيني خبر متى نطلع وكذا we'll begin to mark. نبدأ إن نروح ونتجهز وكل شيء. بس أظن إني بس بسوي like my makeup وهالأشياء بجيبكم معي. صراحة ما أعرف إذا راح يمديني أصور وأنا هناك. تعرفون your best friend اللي هي your cousin كمان، يعني dual job كذا، ما راح تجي الليلة. تخيلون ما راح تجي الى الان ولا شفتها. رحت بيتها يمكن 3 مرات باسبوع ولا شفتها، والليله عيد ولا بشوفها، رايحه عزيمه ثانيه. Like okay I get it، عندك cousins ثانيين، بس what about me. فبسوي شويه سكين كير قبل ما ابدا اجهز. I have my dress ready, it's all ironed. ما أدري، I think it's so cute. بس هذيك شريتها عشان الصيف، يعني رحلة الصيف وكل شيء. بس it like works perfectly للعيد as well. المهم استعمل eye patches قبل ما نبدأ الميكب. Already حطيت الكريم حقي اللي دايما استعمله. فهذولي هم الكلير eye patches. واستوعبت إن الشيب حق my face لما استعمل other eye patches لازم أحطهم عكس. بس هذا الاي باتشز يمديني احطهم بالطريقة الصحيحة واحس like it covers، عرفتوا. فهذا هو الحين جاهزين ننزل تحت، اظن بكمل شوي من كتابي ويا برسم معاي شوي على السريع، لان فجأة الساعة 7:30 ابوي يجي يقول الساعة 8 بنمشي. عطني like more time to prep. المهم عادي، أنا أقول كذا على أساس like I'm gonna do like full glam ومدري شو. بسوي full glam بس على أساس my full glam اللي هو كذا flawless filter ومدري شو كذا. المهم نفس الفستان it's like two tone linen. فالتوب حق الفستان لونه أسود، وبعدين باقي كذا لونه beige creamy، عرفتوا. حسيت مرة حلو مرة صيفي. مثل ما قلت لكم الفستان لسفرتي للصيف. مرة آسفة على المكيف بس قاعد مرة حر وما راح أتجهز بدونه. المهم ف let's start with our makeup. وين راح ماي اهند؟ هذا هو. بس بنحط شوية كونسيلر هنا. ناس يقولون هذا مو لونك، اعرف شريته بالصيف، وش بسوي؟ بس اني مستعمله. بحط هذي هنا كذا. اوكي. بيرف. فبنظر هنا لان اوبسي تو شفت حطيت المرايا. فيا احس لك gonna be cute chill. اوكي. بشوف بنات عماتي، ما ادري اذا my other cousins بيروحون، يعني بنات عمي وكذا، بس يعني عندهم عيد واغلبهم يعني بالجنوب وكذا، فبنشوف.
فعشر ليلة بيت عمتي وهذا أول مرة أروح بيتها. أظن العيد اللي فات كمان كان بيتها أو بيت عمتي الثانية anyways. بس تعرفون وش بسوي؟ I'm just gonna dab it شوية. تخيلوا dab كذا. dab it شوية. That was so cringe. أعرف guys. And I cringed at myself. المهم بحط شوية setting spray. وبعدين بالمجرة مع my blush. مع my blush. مع my brush. هذا أبد مو لوني. الحين you can say إنه مو لوني أعرف. بس تعرفون بالصيف when I'm a bit more tanner راح يكون لوني. وبالذات هذا lighting مرة سيء. أعرف تحسون زي المحتوى على السوشيال ميديا مفروض يكون عندك إضاءة كويسة. أعرف بس دواي لا ومفروض عندك like ring light tripod. أنتم الحين قاعدين فوق البوكس حق الدايسن حقي عشان بسوي إذا يمديني I'm gonna like أسوي شوية أشياء. هو كمان إنه أنا أترك الأشياء يعني كذا ما أدري إيش بعض الأحيان أتجهز كذا ثلاث ساعات قبل ما لازم أطلع من البيت وبعض الأحيان أتجهز كذا عشر دقايق قبل ما أطلع. ف أنتم وحظكم عرفتوا ال like vibe that I'm going for. فبحط شوية لانو ليبسون أحس طالع كذا كأني ما عندي like لون بوجهي فقلت أحط شوية على أساس وأنا أسوي my makeup فيها تنت شوية. but yeah أمانة اكتبوا بالكومنتس إيش سويتوا للعيد كيف كان وين رحتوا إذا سويتوا شيء إذا ما سويتوا شيء. Yeah, I'm wondering what you did to your plans. And I'm a nosy person. I want to know what you're doing. Guys, I like details. I mean, if someone is getting married, and I'm not invited to the wedding, I want to know everything. What kind of clothes you're wearing? What are you doing with your hair? I just love. But I want to know. But I want to know. I want to know. Like. يعني هذا هو يعني don't invite me to your wedding بس علموني كل شيء بيصير. علموني متى بتطلعين علموني متى بتسوين like your food وهذا يعني متى الأكل ومن المغني أو المغنية عرفت أشياء كذا. I love to know. ما أدري I'm a nosy person. هذا هو I love details. أحس بحياة ثانية I was like a event planner أو شيء زي كذا then I just love كذا أخطط أشياء حتى like هذا هو مشكلتي أخطط كثير بس I initiate شوي عرفتوا like I'm like oh my god أبي أسوي كذا أبي أسوي كذا بس like do I actually do it على حسب صراحة بس I'm getting better 2024 I'm getting better at initiating و yeah تعرفون أنا إيش دايما ما أعرف شو أقول أنا لازم أكون أول وحدة أقول عيد مبارك لأن باقي الأشياء اللي تقولونها بعدها يعني بالعيد الأضحى تقولون من العايدين من الفايزين بس هذا بس عيد الفطر عرفتوا أشياء كذا توترني بالذات إن أختي ما رح تروح لأنها مسافرة فتس literally me رايحة we have to grow up شوية هذه الإضاءة مرة شينة مرة أسفة بس المهم blush overload تعرفون أنا ما كنت أحط blush أول يعني لما كنت أول أبدأ أسوي makeup ما كنت أحط blush مرة غريب and now it's like my favorite thing ever يعني ما أدري بس هو كمان إيش ليش ما كنت أحط blush لأن my cheeks كانوا مرة rosy كان مو ما كان عندي روزيشة بس كان عندي شيء ثاني اللي like كان دائما خدودي تكون كذا pink فا was like ليش أسوي وأنا خدودي أصلا like naturally pink عرفتوا wait till you find out girly it's gonna be your favorite thing مرة ودي أقول أبوي على طريق نوقف ناخذ ماتشا تحسون بيوافق ما أدري بحاول حظي بشوف إذا بيك مفتوح تحسون رح يكون مفتوح هذا هو اللي يكرني حق جوجل مابس ما يعلمك إذا مسكر ولا مفتوح يقول إنه رح يكون يعني وقت عيد فيمكن يكون مسكر أم لك أعطوني like a definitive answer عرفتوا لا تقولون يمكن يمكني يمكن لا عرفتوا علموني عشان ما أطق مشوار يكون مسكر لأن أحس يمكن يقول إيه بس ما بي ما أدري فجأة يزعل لما يطلع انه لا انه كل الاماكن مسكرة الماتشو بنات انا رحت ايوتا قبل كم يوم خفت ارتحت كان مرة زحمة وعرفت لي رحت وانا انتظر صديقتي يعني صديقتي ما وصلت وتأخرت بس قلت انه مرة عادي انك انت متأخرة وكل شيء like ما همني ان هي متأخرة بس كنت مرة خايفة انا كذا لحالي عرفت مرة توترت فجأة I was like oh my god why am I so nervous عرفتوا ويا بس الحمد لله واحدة جت قاعدة تتابعني على اليوتيوب ف if you're watching this hi
كان مرة لطيف وتعلمني إن أنه يعني هي عايشة برا الرياض بس إنها جاية يعني عايشة بالسعودية بس برا الرياض وجاية عيد وكل شيء تشوف أهلها. وما أدري مرة عجبني إذا كان بسأي حقتنا اللي عرفته بقى شوي قلتها طب أقعدي تخيل مرة رحمتها إن صقاتها قاعد يكلمونها بجوال إنها تجي تطلع وأنا كذا قاعد أسولف وأنا like oh my god مرة آسفة اللي بقى شوي قلتها تعالي قاعدي معي like ما أدري أحسك بكليك تعرفته. المهم بس ترى بعض الأحيان if you meet me كذا بالسوق فترة ترى أرتاح مو أرتاح like that's the wrong word بس إنه يجي ذيك عرفته يا ملك أوه أهلاً like ما أعرف شلون أتكلم عرفته عارف إنه مرة غريب لأن لي 20 دقيقة وأنا بس يعني أقرقر بس إنه صراحةً مرة أتوتر وبس يعني لا تأخذونها like تعالوا سلموا بس ترى مرة عادي بس إنه إذا تشوفوني وأنا فجأة يا ملك كيفك كذا ترى مو قصدي شيء بس إني ما أعرف شو أقول عرفت لي فجأة راسي راح error ولا عرفت شو أقول عرفته فلو سمحت لو سمحت don't take it personally لأن أعرف قابلت كم واحدة وأنا like oh my god ترى أنا مو كذا إذا أعطيتني like شوي like let me warm up عرفته بالذات إذا شفتوني طالع مع ولد أختي لأن طول الوقت I'm like منتبهة عليه عرفته يعني شوفي الماسكرا it's not working شكلي يمكن setting spray راح يرموشي مرة أبي أشتري شفت حق رفاعي تخيل اليوم تو كنت تحت مع أمي أنا was like online shopping طيب مو online shopping online browsing اللي قاعد أشوف أشياء online فجأة أوري أمي اللي oh my god مرة حلو أشتري she's like لا ما يحتاج I'm like أعرف it's like is it cute then it was بالنسبة لي ما أدري ليش المسكرة اليوم صفر بس غير كذا أحس رفاعين يمكن أخذ هذا اللبس معي سكيل بس كذا ما عندي شنطة إلا عندي حق ستيتش ستوديو باخذها هذه معي بس ما عندي لبستك هو الميك اب بنات إحنا جاهزين بنطلع الحين مرة متحمسة بس هذه القبعة من موفينج كوزي إن نروح البحر ما تحسون it's like so perfect pink هذا اللون صراحة I love it I'm obsessed معاه و تشوفوني ألبسه كل يوم وأنا مسافرة إحنا الحين بكيك جايز ما شاء الله مرة زحمة و إيش you like the frozen yogurt yeah it's really good فس أفضل frozen yogurt وأنا هذا على أساس بكرة بكون health queen okay yeah thank you رجعنا البيت تقريبا الحين ساعة واحدة ومثل ما شفتوا بعد عزيمة أنا وفيصل رحنا بيك guys افهم الهايب افهم ليش كل الناس حبوه وعجبهم بكرة بروح من ثاني ما أدري I really liked it وهاي للبنت اللي شفتها بيك وسولفت معاها شوي المهم فأي أحس الحين بنام بس بكمل الفلوج بكرة لأن أحس ما صورت شي اليوم صراحة ما سويت شي كذا هذي like جلسوا معي وهالأشياء عرفتوا بكرة صحت ما أعرف إيش بنسوي إلا أني أبي أروح بيك وأجرب الإصاي حقتهم أو أخذ فوزن يوغت صراحة على حسب وأخذ ماتشا أصلا شريت كذا ليك جرين جوس من عندهم مو جرين جوس إيش دعوة جينجر شوت على أساس أنا أبي like a health queen بكرة ومستعد لرحلتي صباح الخير عيد day 2 الحين بنروح بيك بس I loved it وقد بيت أمي عندنا فاليوم بجرب الماتشا حقتهم ويا بنشتري like a few little things واحنا هنا ما ادري ايش اي لايك كذا نو اي ام تراي قاعد حاب المهم فا يا هذي بنسوي فطلبت الايس ماتشا لاتي ومرة متحمسة اجربه فبجرب ان شاء الله لما ارجع البيت وبوريكم باقي الاشياء اللي شريناها كذا الجوسيز والفوزن يوغرت اهلا كيفكم ما صورت لكم باقي اليوم من صراحة ما سوينا شيء بس قاعدين بالبيت المفروض كان عندي عزيمة بس تأجلت لبكرة و يا هذا هو صراحة فببدأ فلوق جديد بكرة وعندي كم شيء بسوي هالاسبوع that's exciting وان شاء الله بنزل لكم فلوقات علموني اذا تبون الفلوقات اللي الحين بسوي لأدت هذا الفيديو وبنزل ان شاء الله فعلموني اذا تبون فلوقات يوميا وانا بالرياض او إذا بدكم فلوق الأسبوع عرفتوا فعلموني الفايب obviously فلوقات like بحاول أسوي أشياء أكثر بس يعني ما يمديني أسوي أشياء الحين عشان يعني عيد وكل شيء مسكر وعرفت الفايب بس إن شاء الله أصور لكم الفلوق تكون أطول
فأي شكرا إنكم شفتوا فيديو اليوم، أحبكم وانتبهوا على أنفسكم، وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي بنات، love you.